معنا المربي حمد سيد أحمد، مدير المدرسة الابتدائية المتنبي. هاي المدرسة طبعا مدرسة جديدة حديثة العهد، من قبل شهرين أنتم بتشتغلوا في هاي المدرسة، والداخل إلى هذه المدرسة يعتقد بأنه يدخل إلى فندق 5 نجوم. ما شاء الله أستاذ حمد، يعني تحكينا أستاذ حمد، إحنا بفضل الله شايفين كثير من الأمور متوفرة، بجهد مين هاي الأمور كلها تتوفرت؟ تحكينا كيف الأمور اللي أنتوا استلمتوها في المدرسة وشو أنتوا اليوم عليه؟ أهلا وسهلا فيك يا أخ أمين. الحمد لله رب العالمين. إحنا عم تحكي أنت عن المشاريع اللي إحنا سويناها، وممكن راح تشوف غرفة حاسوب المكتب بمختبر. الحمد لله، أولا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل أهل الخير اللي دعمونا. إحنا استلمنا المدرسة بواحد 9 تقريبا، كان عندنا بس بنوكي وكراسي، نعم، ولا شيء عدا ذلك. وبفضل لجنة آباء جدا متحمسة ومعلمين جدا متحمسين، قدرنا نعمل هاي المشاريع، منها مختبر اللي انتم شايفينه بدعم من أهل الخير. وأيضا كيف ذكرت في البداية، مختبر، غرفة حاسوب، مكتبة، مقاعد في جميع أنحاء المدرسة، تشجير المدرسة، كل هذا الحمد لله خلال شهرين سويناه. نعم، لابد أن يكون يعني واجهتكم بعض الصعوبات، ولكن اللي أنا بعرفه عن أستاذ حمد أنه استطاع أنه يدخل كل محل تجاري في المدينة، استطعت أنك تجند الكثير من الموارد من أجل الحصول على هاي الأمور. الحمد لله، هو صحيح مش وحدي أنا لحالي، نعم، صحيح أنا كثير ناس تساعدوا معي بشكل كبير جدا، ولكن في عندي لجنة آباء اللي برأسها الأخ صبيح بشير، اللي هن عندي لجنة آباء قوية جدا، وأنا حطيت نصب عيني من ما فتت لازم يكون في تعاون بين المدرسة والجمهور، وإحنا مدرسة جماهيرية، وبفضل لجنة الآباء النشيطة جدا والعاملة جدا استطعنا إنه نجمع هاي المبالغ ما يقارب ال 220 ألف شيكل لحد إسا تم تدخيل أدوات وأغراض المدرسة. نعم، يعني وقد يسأل أي إنسان في سخنين ماذا ينقص هذه المدرسة حتى نستطيع أن ندعمها؟ شو الأمور اللي أنتوا لحد اليوم مش موجودة عندكم ورغبانين إنه تحاولوا تحصلوا عليها؟ إحنا في بعد عنا عدة نواقص، منها ممكن هذا يختص بعمل البلدية الشرعي المؤدي عم يشتغلوا عليه، مشكورين. نعم. في عنا الساحة جوا، عنا تضليل ناقص. نعم. فأي إنسان في عنا برضو بدنا نكمل حوسبة المدرسة كاملة. نعم. فأي إنسان بيقدر يدعمنا، بيقدر يتقدم لجنة آباء أو يتقدم للمدرسة هون، بكون مشكور جدا وبارك الله فيكم.